يرضيك اللي حصل ده يا كبير؟ شفتي بنتك عملت ايه يا كريمة؟ وانت برضو بتصدق الكلام ده؟ تتجننتي؟ عايزه تقولي ان جبريه تعمل كده ومن غير سبب؟ وهي لما قتلت عبد الله اخوك كان في سبب؟ الكلام ده مش صح. لا صح، وصل ابوك هو عارف. انا قولي يا عبد الحكيم، هي بنتي ممكن تسقط بنتك ليه؟ على فكرة مراتك هي اللي عملت كده. جبرية تقتل حفيدها لما ولعت بينا البيت فيا أنا وولاد أخوك، ما هي برضو كانت هتقتل حفيدها. أنت بس اللي مش عايز تسمع ولا عايز تشوف. رتال حامل من حسن يعني شايلة حفيدك، وأنا عارفة ومتأكدة لو رتال بنتي كانت قالت لك يا عمي أنا عايزة لبن العصفور هتجيبهولها من تحت تقطيق الأرض، صح وأنا غلطانة؟ لا، تحيزة تقولي إن جبرية كانت هتقتل بنتها، تتجننتي. اتجننت كمان لما بقولك مراتك قتلت أخوك عبد الله. اللي بيحصل ده يا عبد الحكيم مش بيني وما بينك، ده بيني وما بين جبرية. جبرية عايزة تشوف ولاد عبد الله مرمين في الشارع بيتمرمطوا وكلاب السكك بتنعش في العمر. عمتي انت خلاص لازم ترجعي مصر، احب على يدك واللي انت عايزة هتاخديه قولي لي. انت عايزة كام؟ وهيكون في رصيدك في البنك. انت يا ابويا خلاص ما يصحش كده، انت دلوقتي العمدة، واللي بيحصل ده كتير وكتير قوي كمان، لا هو في صالحنا ولا صالح البلد. انا مش عايزة حاجة، انا عايزة اللي عمل كده يتحبس. امي امك يا مروان. لا لا يا عمتي، خلاص الحدوته خلصت خلصت، ولو عايزه تقولي كلام زين ما تقولي شيء، وما حدش في الدنيا دي يقرب من امي او يعمل اي حاجه حتى لو عملت اكتر من اللي عملته ده مليون مره. المسؤول عن امي هو واحد الكبير. يا زين ما خلفت يا كبير.